من لندن عبر سكايب السيدة وجدان عبد الرحمن أو السيد عبد وجدان عبد الرحمن الخبير في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد عبد الرحمن. أهداف هذا المؤتمر، الآمال المعقودة عليه والنتائج المتوقعة. مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. نحن نعرف أن هذا المؤتمر هو يعقد بشكل سنوي لإحياء ذكرى المجزرة التي قامت بها الحكومة الإيرانية في عام 88 وبأوامر مباشرة من الخميني، فتعقد هذه المعارض. وإضافة إلى ذلك هنالك مؤتمرات دولية بخصوص هذا الموضوع. لا شك أن الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا تجري اهتمامًا كبيرًا للنشاط والحراك السلمي في الخارج، وبكل تأكيد له تأثير كبير على النظام الإيراني، وتعيين مفوض خاص من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتعيين مفوض لإيران الأستاذ جاويد الرحمن هو أحد هذه المعارض أو هذا الجهود القائم في الخارج. فبكل تأكيد نعم، هذا الحراك لديه تأثير، رغم أننا نعرف تماما إيران ليس بالدولة التي تعير اهتماما للمطالبات المجتمع الدولي. هذه النقطة واضحة أستاذ عبد الرحمن، هذا الاجتماع دوري سنويا، ولكن هذه المرة هناك مطالبة خاصة بالإفراج عن المعتقلين، معتقلي الحراك في إيران. هل لمستم استجابة من الدول الغربية، الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان لمطالبكم بالضغط على النظام في إيران لتحقيق هذا المطلب؟ بكل تأكيد التواصل مباشر ودائم مع مؤسسات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، وأيضا العفو الدولية، تصلهم تقارير بشكل مباشر ومستمر. القرار أو الدعوة التي أرسلتها العفو الدولية بمطالبة الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المعتقلين، خاصة من تم اعتقالهم في نوفمبر من العام الماضي، يدل بأن هنالك حراك كبير من قبل هذه المؤسسات. أضاف إلى ذلك يوم الخميس الماضي 3 سبتمبر أعد المفوض السامي جاويد رحمن تقريرا للأمم المتحدة وعبر عن رأيه بهذا الخصوص وشدة الخطورة التي يتعرض لها حتى المعتقلين والسجناء في السجون الإيرانية. ليس هذا فحسب، وإنما أصبح الأمر حتى من داخل السلطة في إيران، بحيث بات بعض رجال الدين من بينهم رجل الدين الإيراني الذي خلع عمامته وأعلن ارتداء القبعة بدلا من العمامة انضماما للحراك في الداخل، ووصف القتلى بالشهداء، وهذا يعتبر أمر جديد في ما يحصل في داخل إيران. نعم. وهذا يؤكد بأن في الفعل هنالك قمع شديد من قبل السلطة الإيرانية. نعم، هذا التضامن الكبير الذي لمستموه كما تقول سيد عبد الرحمن مع مطالبكم، ولكن على أرض الواقع هل لمستم تغير في موقف طهران أو تراجع أو إفراج عن بعض المعتقلين أو حتى وعود بحل هذه المسألة وتسويتها؟ أحيانا بعض من هذه الحراك أيضا أدى إلى إيقاف بعض الإعدامات، لكن في الحكومة الإيرانية بخصوص المطالبات الأخيرة للأسف كان لديها تعنت كبير وشديد، بدلا من أن تقوم بالإفراج عن المعتقلين أنها أصدرت أوامر بإعدام بعض المعتقلين، أضافة إلى ذلك تعيين فترات طويلة
في سجون لبعض هؤلاء المعتقلين. كان لدى إيران فرصة، كانت هنالك مناشدة من قبل المجتمع الدولي، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، الدول الأوروبية، منظمات حقوق الإنسان، وكانت فرصة بالنسبة للحكومة الإيرانية أن تتجاوب مع المجتمع الدولي، على أقل تقدير أن تتصالح مع المجتمع الدولي في قضايا نعم حقوق الإنسان، لأن إيران لديها العديد من الملفات الشائكة مع المجتمع الدولي، وكان بإمكانها استخدام هذه الفرصة ثمينة. نعم السيد وجدان عبد الرحمن الخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.